السلام عليكم. مع ان كلنا حافظينه الا ان احنا كتير مننا بينساه او بيتنساه، بيهمل فيه، بيدور على صيغ كتيره قوي للاستغفار وبينسى ان الدعاء ده هو الاستاذ وهو السيد وهو العمده في هذا الباب. بننسى ان الدعاء ده ما يخليش بينك وبين الجنه الا الموت. والله هدية غالية قوي. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهن قال لنا عليه سيد الاستغفار. لكن المشكلة لما تيجي تسأل واحد بيقول لك أتوب إزاي؟ طب ما تقول سيد الاستغفار تقبل توبتي بيه يعني؟ ده أنت مسكين قوي. أنت عارف سيد الاستغفار ده ثوابه إيه؟ يقول لك لا ما أعرفش. أكيد ما تعرفش. ما أنت لو عارف مش هتسيبه أبداً. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال سيد الاستغفار قال ايه؟ قال من قالها من النهار موقنا بها فمات في يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة. ركز، ما قالش دخل الجنة فهو من اهل الجنة، ده جزم، ده النبي بيقول هو من اهل الجنة، مفيش كلام. طيب اسمع بقى، ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة. الله اكبر، يا الله، ازاي انا كنت نسيه؟ ازاي انا كنت بتركه؟ ازاي انا كنت بقع في ذنب ومعصية وحتى اروح اتوضى علشان اصلي ركعتين وما اقولش الدعاء ده؟ يا الله، ده دعائي دخلني الجنة فورا، ده من غير ذنوب ومن غير خطايا ومن غير سيئات واثام، ده انا على طول اردده صبح وبالليل علشان يضمن لي ان انا اخش الجنة. علشان كده حبيت النهاردة افكرك بيه واذكرك بيه، لانه مش جديد على مسامعك، لكن للاسف كلنا مع دوشة الحياة بننسى حاجات كتير قوي. علشان كده إذا أصبحت وإذا أمسيت عود لسانك أنت وزوجتك وأولادك وأحبابك أن أنت تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قول الدعاء الصبح وقول الدعاء بالليل، ولما يحاول الشيطان ينسيك وافتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن اللي يقولها في النهار وهو موقن بها ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، واللي يقولها في الليل وهو موقن بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم تفاؤل، صباحكم بسمة، صباحكم موصول بالنبي الرسول، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.